إذا كانت خدمة الزوجة لزوجها على الاستحباب، إذن فمن يخدم الزوج يخدم نفسه أو يستأجر خادما عند الذين قالوا بذلك. لكن هذا ليس قولي، هذا قول الجمهور من العلماء. يعني في أشياء قالها الجمهور قد تختار أنت خلافها، مثل مثلا هل على الرجل أن يعالج امرأته؟ الجمهور يقول لا، هي تعالج نفسها. هل على الرجل المرأة أن تخدم زوجها؟ يقولون لا، لا يجب عليه، إنما هو استحباب. فدللوا على قولهم بأدلة، لكن أنا أيضا أنقل